زهر جالي شبيك يا اللي ما رينا لك في البكا امتلا علاش باقي روحتي بشكل يعزز معه الإنسان مهما أوتي من فصاحة وبيان وقدرة على استحضار التاريخ واستنطاقه أن يحيط بكل ما للعرش من أيادي بيضاء وتضحيات الجسام، فكل التقدير والإكبار والولاء للعرش العلوي المجيد. احنا معاك وفخرا بيعنا. ارتأت الجمعية ديالنا في أن تقوم بحفل في هذا اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 باحتفال ذكرى صاحب الجلالة على أسلافه الميامين، وهذا الحفل هو أول نشاط رسمي للجمعية يأتي في إطار الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة المناسبة العزيزة علينا وعلى جميع كل المغاربة الغيوريين على بلدهم، وهي عبارة على قراءة قرآنية وصلاة إنشادية تجمع بين مناجاة الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة الغالية العزيزة على كل مغاربة نقوم بتوزيع شواهد تقدير شكر وتقدير بمشاركتنا هاد المنشدين والقراء وبعد طفلين منشدين في مشاركتنا في هذا الحفل المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لموقع 24 اللي سيواكب معنا جميع الأنشطة وجميع الاحتفالات بعيد العرش في المدينة ديال مكناس. بدء تنشكروا جمعية حنا معاك على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها منذ التأسيس ديالهم إلى هذا الحين، هذا في ترسيخ واحد توجه جديد حول الرؤية المدينة ديال مكناس وإحياء المجموعة ديال التراث وأخص بالذكر تراث الصناعة التقليدية. فسنقول لهاد الناس هادو شكرا لأنهم بذلوا واحد المجهود وبذلوا واحد المجموعة ديال الأفكار اللي غادي تكون إن شاء الله هاد الحدث ديال اليوم انطلاقة لهاد الجمعية هادي، وسنتمنوا لهم الدوام وسنتمنوا لهم التألق، لأن في الحق هاد الجمعية تتجمع واحد الناس اللي هما مرموقين، الناس اللي عندهم صيت داخل المدينة ديال مكناس. نتمنوا أن يعطيونا واحد الرؤية جديدة للعمل الجمعوي في مدينة ديال مكناس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول كنوجه الرسالة لجمعية حنايا معاك وعلى رأسها أستاذ السي الحفيظي، كنشكرهم على هذه الشهادة التقديرية اللي عطاونا اللي زادوا في روحنا وزادوا المستوى ديالنا وكل شيء. للمولود الجديد جمعية حنا معاك برئاسة السيد الرئيس الحاج حفيظ حفيظي، سألقي كلمة بهذه المناسبة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على نبي الصادق الوعد الأمين. حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم اليوم خلال هذا الحفل البهيج وسط هذا الجو الروحاني المليء بالنفحات الربانية، لنعبر من خلال هذه المقام لجمعيتنا الفتية عن ما يخالج أعضاءها من فخر واعتزاز بهذه الذكرى الغالية. في 19 لاعتلاء مولانا المنصور بالله على عرش أسلافه المنعمين، لقد اختارت جمعيتنا الاحتفاء بهذه الذكرى المميزة بجعلها أول نشاط رسمي إشعاعي لتعرف من خلال أهدافها الجمعية وتفتخر بها تحققها على يد ملوك الدوحة العلوية الشريفة عبر عقود من الزمن من حكم وتدبير حكيم لشؤون الدولة المغربية لا يمكن تعدادها أو حصره على مستوى كل المجالات، إلا أن ما تحقق على يد جلالة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وأيده خلال قرابة عقدين من توليه مقاليد الحكم البلاد سيرا على خطى جده المنعم المغفور له محمد الخامس وكذا والد المشمول برحمة الله الحسن الثاني. نعتبر بمناسبة جوهرة فريدة تتوسط عقدا من لآل تمينة في إطار السير بوطننا العزيز على مدارج الرقي والازدهار والتنمية المستدامة. ودون أن أطيل على مسامع حضراتكم أترككم مع فقرات هذا الحفل المتواضع آمنين أن تعيد الله علينا هذه الذكرى ونحن في مأمن من كل شر، ووطننا العزيز يرتضي مسارات التنمية من حسن إلى أحسن على خطى السياسة الرشيدة لملكنا الهمام، أيده الله ونصره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مقدم دلائل الخيرات بمكناس الحاج يونس بن عبو، وحنا كنشكروا هذه الجمعيه هذه ديال اللي استضفتنا في هذا اليوم المبارك بهذه المناسبه اللي سميتها يدي معك، وبالفخر بيعناك. كنشكرهم على هذه الاستضافه للمشاركه في هذه الامسيه الجميله، وكنطلبوا من الله تعالى وتبارك نكونوا عند حسن الظن، وكنطلبوا في هذه الساعه المباركه ايضا الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، وكنطلب من الله تعالى وتبارك يعينه ويعونه أينما حل وارتحل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. فإذا دعوت الله في أمرنا